السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن سوء التغذية ودور المنظمات والجهات المحلية والدولية في تلافي هذه الكارثة. قال مصدر طبي إن طفلة توفيت جراء سوء التغذية في مديرية ذباب القريبة من باب المندب في تعز. وقال مدير مكتب الصحة عبد الرحيم السامعي إن الطفلة وعد حلمي توفيت جراء سوء التغذية الحاد، واتهم السامعي شركاء منظمات الأمم المتحدة المحليين برفض العمل في أماكن الضرورة والاحتياج، بينما يفضلون العمل في أماكن تتوفر فيها راحتهم. يأتي هذا بعد تحذيرات لمنظمة اليونيسف في اليمن من تفاقم سوء التغذية ووصول عدد الأطفال المصابين بها إلى نحو 1.5 مليون طفل، منهم 400,000 يعانون من سوء التغذية الحاد. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أي مدى أصبح سوء التغذية يمثل خطورة على أطفال اليمن؟ وهل تقوم المنظمات المحلية والدولية بعملها بالشكل المطلوب؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. توفيت الطفلة وعد حلمي، حدث عابر في زمن الجوع المسكون بالخوف من حرب لا أفق لنهايتها ولا حدود لكارثيتها. في مديرية ذباب ودعت وعد سنية حياتها المعدودة قبل أن ترحل بسبب سوء التغذية الوخيم. حدث ذلك دون أن يكترث لها أحد في هذه المديرية التي تقع تحت سيطرة التحالف، لكن المسكونة بالجوع وانعدام الفرص والتشرد الذي أصاب معظم أهلها. أطلق مدير الصحة العامة في محافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي نداء إلى شركاء منظمة الأمم المتحدة المحليين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مديرية ذباب، نداء كانت الاستجابة له ربما تمنع تفاقم مشكلة سوء التغذية في هذه المنطقة وتوفر فرصة لإنقاذ وعد. لكن هذه المنظمات وفقا للدكتور السامعي تتجنب العمل في ذباب نتيجة عدم وجود الرقابة والتراخي في ضبط المنظمات المحلية الشريكة وتقاعسها عن العمل من خلال مؤشرات مكتب الصحة العامة ووزارة الصحة، في وقت يفضل فيه القائمون على هذه المنظمات العمل في أماكن تتوفر فيها راحتهم وراحة أولادهم وأسرهم. تقع ذباب على بعد 30 كيلومترا فقط إلى الجنوب من ميناء المخا المغلق الذي تحول إلى قاعدة عسكرية للتحالف العربي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة لفتح هذا الميناء وإعادة تأهيله لتلبية احتياجات أكثر من 10 ملايين نسمة هم سكان محافظتي تعز وإب، مركز الثقل السكانية الأهم على مستوى البلاد من السلع الغذائية والمساعدات الإغاثية. تحول معظم سكان ذباب إلى مشردين أو لاجئين، لكن في ظل الحد الأدنى من اهتمام المنظمات الدولية الإغاثية وشركائها، فيما يعبر المراقبون عن استغرابهم من هذا القصور اللافت وغير المبرر للدور المفترض للأذرع الإغاثية للتحالف العربي في هذه المنطقة. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. مساء النور لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور. في البداية وصلتكم أو حالة وتوفيت بسبب سوء التغذية الحاد، إلى أي مدى هذا الجائحة أو الخطر يسبب كارثة في تعز أو على مستوى اليمن؟ لا شك أن هناك أكثر من 1.5 مليون يعانون من سوء التغذية. نعم، هي الآن كارثة بعينها تحيق وتحدث في مديريات ذباب باب المندب وفي مديريات المخا. الطفلة وعد حلمي هي الأولى، لكن هناك يجب أن يعرف السادة المشاهدين وأخواننا المواطنين والحكومة والمنظمات الدولية التي ترفع تقاريرها أن ما يقرب من 514 حالة سوء تغذية حاد وخيم تم تشخيصهم في هاتين المديريتين، لكن لم يتم تزويدهم ولا تخريجهم ولا استقبالهم للأدوية والأطعمة والحليب، وبالتالي فإن هذا العدد قد يلاقي ما لاقته الطفلة وعد حلمي. وهذه الكارثة لم تكن وليدة اليوم، نحن حذرنا أكثر من مرة، قمنا بالزيارة إلى مديرية المخا، طلبنا مساعدات
في المجال التغذوي وفي المجال العلاجي وفي مجال التطعيم والتحصين، لكن للأسف الشديد المنظمات تنظر إلى بين أقدامها وتعمل حيث ما تشاء خارج مؤشرات وبيانات وإحصاءات وزارة الصحة. سنتحدث عن دور هذه المنظمات ولماذا لا تتواجد في هذه المناطق التي يحتاج إليها المدنيون المصابون بهذه الأمراض ومن سوء التغذية. لكن دكتور، هذه الحالة هل هي يعني حالة الوفاة التي حدثت اليوم في تعز ستدق ناقوس الخطر ل يعني انتشار هذا يعني هذا سوء التغذية وهناك ضحايا في المستقبل، أم هي حالة عابرة فقط؟ ناقوس الخطر قد دق منذ فترة طويلة، لكن المشكلة أن هذا الناقوس وصوته لا يسمع لدى المعنيين في المنظمات. نحن ندفع بالمنظمات ونقوم بتوجيههم وإعادة توجيه البرامج التي يقومون بتنفيذها عن طريق شركاء محليين في مناطق لا نقول أنها لا تحتاج، ولكن نقول أن هناك أكثر من برنامج ينفذ في نفس المنطقة وفي نفس المديرية، وهي برامج أحيانا هزيلة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي تعيشها البلاد وبالذات محافظة تعز ومديريتها وبالأخص المديريات الساحلية والأرياف. لكن هل هذا ناقوس الخطر وصوته سيسمع هذه المرة بشكل واضح؟ لننتظر. أنا في الحقيقة أشك أن هناك استجابة نظرا لعدم وجود الضغط الكافي على هذه المنظمات لتتوجه إلى أماكن الكوارث ومكان الخطر الذي يحيط بالأطفال. نعم. وخاصة في مجال سوء التغذية الحالة. نعم. هذه المناطق التي حدثت فيها هذه الحالة دكتور عبد الرحيم، هل هي تخضع للشرعية أم لا زالت بيد الميليشيا الانقلابية؟ لا، المعروف أن مديرية الذباب باب المندب والمخاه هي مديرية هي مديريات محررة، وسبق أن زرت بنفسي مديرية ذباب باب المندب ومديرية المخاه، وكانت هذه الزيارة صحبة الأخ محافظ المحافظة السابق الأستاذ علي المعمري. تسلمنا مستشفى المخاه بعد ترميمه من الهلال الأحمر الإماراتي مشكورين، وتجولنا في المستشفى، لكن تبقى المستشفى حتى هذه اللحظة بدون موازنات تشغيلية. تعاقدنا مع نعم، ربما فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحيم السامعي، سنعاود به. وينضم إلينا الآن من الرياض محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك ومشاهدينا الكرام جميعا، أهلا بك أستاذ محمد. كيف تقيم عمل المنظمات الدولية والمحلية في المحافظات المنكوبة وعلى وجه التحديد تعز وما حصل من حالة لوفاة طفلة بسبب سوء التغذية الحاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر الدكتور عبد الرحيم السامعي على اهتمامه المستمر وصموده في المحافظة وأدائه بشكل أتمنى أن يحتذي به الجميع في مدراء مكاتب الصحة على مختلف المحافظات اليمنية. فيما يتعلق بالمنظمات الدولية بالتأكيد غايبة تماما عن هذه المحافظات ومحافظة تعز على وجه الخصوص. للأسف الشديد هناك تماهي واضح من قبل هذه المنظمات مع الميليشيات الانقلابية، لهم تواجد جيد في المحافظات التي تقع شرطة الانقلابيين. نحن نحييهم على حضورهم في هذه المحافظات، ولكن نأمل منهم أيضا أن يتعاملوا بإنسانية وأن يحترموا أخلاقيات العمل الإنساني وأن يتجهوا إلى المحافظات المحررة. أيضا اليمنيون المدنيون في كل مكان يفترض أن تكون معيارية العمل الإنساني واحدة، وأن لا يتم التمييز أو التهميش. ربما كان لا ندري ما هي الأجندة السياسية التي تمارسها الأمم المتحدة في هذا الملف عندما تغيب تماما عن المحافظات، وبالتأكيد المحافظات المحررة على وجه الخصوص. شهدت محافظة تعز حصارا منذ بداية الحرب، وللأسف الشديد لم يصدر أي تقرير، حتى على مستوى التقرير من المنظمات الدولية لم يصدر تقرير واضح يدين الحصار. شهدت اليوم المجاعة تطرق أبواب المحافظة، المديريات المحافظة جميعها
مهدده نعم. اليوم بدخول مجاعه محققه، لم يعد الامر ولكن استاذ محمد نعم نعم استاذ محمد، ولكن كما تعلم ايضا هذه المناطق هي محرره وتخضع للشرعيه، يعني لماذا لا تتحرك وزاره الصحه ومكتب الصحه لي يعني تقديم الاحتياطات اللازمه لعدم انتشار هذه الكارثه في هذه المناطق؟ وزارة الصحة كما أشرت يعمل الدكتور عبد الرحيم السعيد كمدير المكتب الصحة في هذه المحافظة وهو ممثل وزارة الصحة، لكن لا تمتلك الوزارة موازنة، لا يمتلك مدراء المكاتب أو المكاتب في المحافظات موازنة تكفيهم للعمل. كل ما تقوم به وزارة الصحة بشكل عام في مختلف المحافظات اليمنية عبارة عن جهة تنسيقية أصبحت، لا ندري لماذا هذا الإهمال من قبل الوزارة نفسها، هل بالفعل لا تمتلك موازنة حتى يعود دورها فقط لمجرد تنسيق بين المنظمات والجهات الإغاثية ومكاتب الصحة؟ نحن طالبنا كثيرا، يفترض أن يكون هناك موارد تشغيلية للحكومة ومنها تكون موازنة تشغيلية تمكنها من أداء عملها. الصحة تهم الجميع، المجال الصحي مفترض المستشفيات مفترض لا تتوقف، إلى اليوم الكادر الطبي لم يتسلم مرتباتهم. المنظمات الصحية، منظمة الصحة العالمية، وزارة أيضا برنامج غذاء عالمي وغيرها من المنظمات التابعة للأمم المتحدة للأسف الشديد غائبة تماما عن محافظة تعز خلال العامين 2015-2016. كان لها تواجد في بعض المحافظات في العام 2017 لكن لم يكن بالشكل المطلوب. اليوم الإغاثة بشكل عام ما تدخل محافظة تعز من كافة المنظمات الإغاثية لا تساوي 10% من حجم الاحتياج. نعم. تعز مهددة بمجاعة محققة خلال العام 2018 إذا لم يتم التدارك من كافة الجهات الإغاثية. نعم. طيب والمنظمات المحلية والخليجية جميعا، إذا لم يتم الالتفاتة بجدية إلى الملف الإنساني في محافظة تعز، تعز تتشهد المحافظة كلها بما أكثر من 500,000 ناجح، ستشهد المجاعة التي شهدتها مديرية التحيطة في محافظة العديدة. نعم. طيب أستاذ محمد اسمح لي أعود للدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز. دكتور، إذا كان كما تحدثت بأن هذه المنظمات الدولية غير متواجدة في هذه المناطق رغم مناشدتكم وتواصلكم الكبير معها، لماذا لا يكون تحرك أيضا أنتم في مكتب الصحة ووزارة الصحة مع مركز الملك سلمان مع التحالف العربي لإيجاد حل لهؤلاء الناس الذين يعني خطر سوء التغذية يتهددهم وهم في المناطق التي تخضع لسيطرة الشرعية وبحماية التحالف العربي؟ أخي العزيز، للأسف نحن ورثنا نظام صحي من النظام السابق يعتمد كليا على المنظمات الدولية وبالأخص وفي الأساس منظمات اليونيسف ومنظمات الصحة العالمية، الهجرة الدولية، هذه المنظمات الرئيسية، الحلف العالمي للتحصين والتطعيم، برنامج العالمي لمكافحة الملاريا. هذه البرامج وهذه المنظمات الدولية هي أصلا تقوم بجمع أموال ومبالغ باسم هذه الدول ومنها بلادنا. نعم. كانت الوزارة تدعم الموازنات التشغيلية التي تخص تشغيل المرافق من حيث الفصل الأول مرتبات وكذلك انتقالات واتصالات وما إلى ذلك، لكن فيما يخص سوء التغذية، التطعيم، البرامج الرأسية منها برامج الملاريا وبرامج الإيدز والسل والسل الرئوي، هذه البرامج كلها معتمدة على هذه المنظمات. هذه المنظمات الآن للأسف الشديد ترفض نقل أنشطتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي لا تتعامل مع مكاتب ووزارات الشرعية، هي أيضا لا تتعامل حتى مع وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، فكيف بنا أن نتعامل معها؟ فإذا هذه الأموال تذهب إلى جيوب الميليشيات، تتعامل مع الميليشيات في العاصمة صنعاء وفي منطقة الحوبان، هناك نظائر للمكاتب التنفيذية وليس مكتب الصحة فقط ولكن كافة المكاتب التنفيذية. طيب. معروف أن المحافظ عبد الجندي يدير مكاتب تنفيذية نظيرة في منطقة الحوبان. محافظ إيش تقصد؟ الجندي محافظ الانقلابيين. نعم. طيب دكتور، المشكلة أين تكمن؟ بالفريق العامل الذي يتبع هذه المنظمات في محافظة تعز الميدانيين أم في القائمين عليهم سواء في صنعاء أو خارج اليمن؟ أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية عليها أن تؤدي واجبا أولا إنسانيا ووظيفيا فيما يخص
المواطنين في المناطق المحررة والضغط على هذه الميليشيات، المعبرة الضغط على هذه المنظمات لكي تقوم بواجبها الأخلاقي في التواجد بالمناطق المحررة وغير المحررة. طبعا إذا كنا نعتبر أنفسنا أننا مسؤولين على جميع المواطنين اليمنيين، فإذا المشكلة تكمن في عدم الضغط الكافي على هذه المنظمات. والمعروف أن معالي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كان قد طالب العديد من رؤساء هذه المنظمات أثناء تواجد المسؤول الأول من منظمة اليونيسف وكذلك منظمة الصحة العالمية، طالبهم بنقل الأنشطة إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي يفلتوا من الضغط ومن الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية، لكي يتم توزيع هذه المساعدات والتواجد في جميع المناطق المحررة وغير المحررة. فإذا أنا أعتقد أن المشكلة تكمن في عدم وجود ضغط كافي على هذه المنظمات لكي تتحقق وتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني في هذه المناطق التي تحيط بها. إذن القصور ممثل بوزارة الصحة والحكومة الشرعية. نعم القصور موجود من كل الجوانب وبالذات طيب الحكومة الشرعية. طيب دكتور اسمح لي أعود إلى الرياض مع الدكتور أو مع الأستاذ محمد المقرمي. أستاذ محمد، يعني الأسباب التي يعني هل هي فعلا منطقية بعدم تواجد هذه المنظمات في هذه الأماكن، أم هو ربما عمل ممنهج ويعني من هم يعملون في هذه المنظمات محليا يتعمدون تجاهل هذه المناطق؟ الأمر مشترك فيما يتعلق بالعاملين المنظمات الأممية بتعاملها في الشركاء المحليين، بالتأكيد تعتمد دائما في التعامل مع جهات منظمات محلية تتبع الميليشيات. على سبيل المثال برنامج غذاء عالمي يتعامل حتى هذه اللحظة مع برنامج التعليم الذي يتبع الانقلابيين، غيرها من منظمة الأمم المتحدة لا تزال حتى هذه اللحظة تتعامل بهذه نفس الطريقة والمنهجية. لكن أيضا أنا أؤيد كلام الدكتور، أنا أحمل مسؤولية أيضا يجب أن تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الخارجية، اللجنة العليا للإغاثة، وزارة الصحة. هذه الأربع الوزارات لم تقم بدورها بالشكل المطلوب في التنسيق مع المنظمات الأممية. التصاريح التي تمتلكها هذه المنظمات خرجت من مكاتب الحكومة الشرعية، من وزارة الحكومة الشرعية، من وزارتي التخطيط والخارجية لمزاولة عملها في المناطق اليمنية بشكل عام المحررة وغير المحررة. لكن رأينا لها تواجد في مناطق المحافظات الغير محررة وتغيب واضح في المناطق المحررة، مما يدل على أن هناك ضعف في التنسيق. لا أدري لماذا يهمل هذا الملف من قبل الحكومة الشرعية بشكل مستمر منذ بداية الحرب، ونحن نناشدهم حتى هذه اللحظة لم تصدر أي وثيقة من أو أي مذكرة رسمية من الحكومة الشرعية تفيد بالإغاثات المحتجزة أو تفيد بالأدوية المحتجزة من قبل وزارة الصحة أو من قبل اللجنة العليا للإغاثة. لا تمنعوا من إصدار هذه المذكرات الرسمية، مما أعطى المنظمات الأممية التماهي أكثر في إهمال هذه المحافظات المحررة والعمل بشكل جاد في المناطق الغير محررة. هناك في المناطق المحررة يجدون الميليشيات الانقلابية تجبرهم على العمل، ونحن نحيي المنظمات الأممية في عملها في هذا المجال. بالأخير المدنيون المتضررون هم يمنيون ويهمنا جميعا تواصلهم. الجهات الإغاثية مثل مركز الملك سلمان وغيرها تهتم بإيصال المساعدات إلى كافة المناطق، منها صنعاء وصعدة وغيرها، إلى اللحظة تدعم مستشفى في صعدة وفي حجة، لأن المنظمات شعارها يفترض أن يكون إنساني. نعم. لكن ما رأيناه من المنظمات الأممية هناك انحياز تام للميليشيات ويوجد انحياز للإنسان. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني الأستاذ محمد المقرمي، كنت معنا من الرياض. ونشرك معنا في الحديث الآن من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك بالسادة المشاهدين أخي. أهلا بك. مدير مكتب الصحة دكتور عبد الرحيم السامعي وهو الآن معنا على الهواء، وأيضا كان معنا الأستاذ محمد المقرمي، يتحدثون بأن يعني ربما المشكلة أساسها عدم اهتمام الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الإنسان والتخطيط والصحة والخارجية بإقناع المجتمع الدولي بالوصول إلى هذه المناطق، خاصة يعني منظمة حقوق الإنسان مثل اليونيسف أو الغذاء العالمي. هناك قصور إذن في الحكومة وفي أداء الوزارات هذه، ما هي الأسباب؟ بداية دعني أقول لك أخي العزيز أنه من السهل
أن نتهم أو نقلل من جهود الآخرين، لكن ما يجب أن يكون معلوما لدى جميع الأخوة أن وزارة حقوق الإنسان واللجنة العليا للإغاثة ووزارة الصحة في اعتقادي أنها تقوم بجهود كبيرة على قدر الطواقم التي تعمل معها والإمكانيات المادية التي تتحرك وفقها، لكنها تقوم بجهود كبيرة. هذه الجهود ملموسة لدى الجهات المعنية، مثلا التقارير التي تقدم في الهيئات الدولية تقارير كثيرة ومتعددة تشمل بالأرقام كل الانتهاكات التي تتم في الجانب الإغاثي. ما كان يتكلم عنه أخي العزيز محمد المقرمي أنه لم يتم إصدار أي تقارير حول الكميات التي تم مصادرتها، هذا غير صحيح. الأخ عبد الرحيم فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا يقدم ملخص شهري دائم يشمل كافة هذه الانتهاكات. طيب أستاذ نبيل، نعم أستاذ نبيل، معك الآن مدير مكتب الصحة يقول بأنه لم تصل لا وزارة الصحة ولا من المنظمات الدولية إلى هذه المناطق، ونتج عن هذا القصور الكارثة سوء التغذية. اليوم حالة وصلت إلى تعز توفيت في ذباب وهي تبع المناطق الشرعية. ما الذي يمنعكم أن تتواجدوا وأن تحل يعني توجدوا ولو حلول مؤقتة لهؤلاء في هذه المناطق النائية؟ أنا طبعا لا أنكر ولا أخفي أن هناك بعض القصور، ذلك يأتي لأسباب متعددة. أولها كما قلت لك قلة الكادر الذي يعمل مع الحكومة في هذه المرحلة. كما تعلمون معظم كوادر الدولة هم موجودين في العاصمة صنعاء، وبالتالي فنحن نعمل في بالكوادر والإمكانيات الموجودة، هذا جانب، لكن هذا لا يعفي المسؤولية في أي قصور. نحن نريد فقط أن يتم وهو ما تسعى إليه الحكومة في 2018، وهو رفع مستوى التعاون ما بين السلطات المحلية في المحافظات والمكاتب التابعة للوزارات مع مكاتب الوزارات في عدن. بالتأكيد سيكون هناك أداء أفضل وستكون هناك أعمال إغاثية يعني جيدة، وأعتقد أن العملية تحتاج لكثير من التنسيق أو يعني للتحسين هذا الوضع. نعم. العملية ليست هناك يعني الإشكالية ليست إشكالية مواد موجودة، أنا أعتقد أن اللجنة العليا للإغاثة لديها كميات إغاثية جيدة وهي قادرة على إيصالها، تحتاج فقط. إذن القصور مثل ما نعم أستاذ نبيل، يعني القصور تعتقد بأنه في من هم يتبعون تبع وزارة الصحة أو المنظمات في هذه المناطق وعدم وجود خطوط تواصل مباشرة هي التي تسهل وصول هذه المعونات إلى هذه المناطق، أليس كذلك؟ بالتأكيد. نعم إذن أسمع هذه نسمع وجهة نظر الدكتور عبد الرحيم، أنقل هذه النقطة للدكتور عبد الرحيم السامعي مكتب مدير الصحة في تعز. دكتور عبد الرحيم ما رأيك؟ اولا اخي العزيز يجب ان يكون هناك انصاف في الحديث. نعم ربما فقدنا الاتصال المسؤولية. نعم الو، ايوه معك. نعم نسمعك الان، تفضل دكتور. نعم لكي يكون الحديث منصف انا لم اقل بالحرف الواحد ان المسؤولية تقع فقط على وزارة الصحة ووزارة التخطيط واللجنة العليا للإغاثة. الأستاذ محمد المقرمي لم نقل أنت، الأستاذ محمد المقرمي من قال. نعم نعم لكي يكون الحديث واضح أن نعم. هذه المنظمات تم توجيه مذكرات رسمية من وزير الصحة، ولدينا صور من هذه المذكرات. معالي الأخ وزير الصحة وجه الصحة العالمية وإلى منظمة اليونيسف بالتواجد وبالتعامل مع مكتب الصحة في محافظة تعز، لكن للأسف الشديد كما قلت بأن هذه المنظمات تصر على إشراك شركاء محليين لا يشرف عليهم مكتب الصحة، وهناك أيضا فجوة إدارية داخل السلطة المحلية
يتم التواصل عبر اشخاص خارج مكتب الصحه. الاستاذ نبيل، دكتور عبد الرحيم الاستاذ نبيل يقول الان بان الاحتياجات يعني متواجده، واللجنه العليا للاغاثه تملك من يعني من المواد الاغاثيه والانسانيه الكثير، ولكن هناك يعني سوء ربما تواصل بينكم وبينهم من اجل ان تصل الى هذه المناطق. أنا أؤكد أنها أقل بكثير من الكارثة التي تحدث بالمحافظة سواء في الجانب الصحي أو في الجانب الإغاثي الإنساني الآخر. هذه الإمكانيات لا تصل إلى حد 10% كما أوضح الأخ محمد المقرني، وهذا كلام صحيح. هذه الإمكانيات لا يستطيع الكادر الموجود استخدامها لإنقاذ هؤلاء الأطفال ولكي ينتشل النظام الصحي الكارثي الذي تعيشه المحافظة. الإمكانيات الحكومية يجب أن تتعاضد وتتكامل مع إمكانيات المنظمات. المنظمات تعمل في واد والوزارات تعمل في واد آخر. المنظمات تصر على عمل الاشتراك مع شركاء محليين غير كفؤين. نعم، نحن اوضحنا في العديد من الحملات الصحيه السابقه سواء في مجال الفاشيات الوبائيه مثل الكوليرا وغيرها. نعم، او في المجالات الغذائيه الاخرى. اشكرك دكتور عبد الرحيم، وضحت هذه النقطه بعدم يعني تعاون الشركاء المحليين معكم والسماع لمناداتكم للتغطية لهذه الأماكن. فقط نص دقيقة أعطيها للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هل سيلمس هؤلاء الناس في هذه المناطق المنكوبة تحرك عاجل لإنقاذ ما تبقى من هؤلاء الناس وعدم وصول الكارثة الإنسانية إلى الوفاة كما حصل للحالة الإنسانية التي وصلت من ذباب اليوم في تعز؟ أخي، أود أن أقول ثلاث نقاط سريعا هكذا. نعم. المشكلة تكمن وهي واضحة لدى الحكومة. المشكلة تكمن كما قلت لك في السابق، قلة الكادر الذي يعمل. اثنين، مستوى التنسيق بين الجوانب الحكومية يعني فيه بعض الضعف. الجزء الثالث، مدى تعاون الجهات الدولية معنا. على سبيل المثال، لطالما تحدثنا مع الجهات الدولية العاملة في هذا الجانب أنه أين تعز مثلا، على سبيل المثال أين تعز في مشاريع وأعمال الجهات الدولية؟ دائما تعز مغيبة، يحرصون كل الحرص على العمل في المناطق التي هي تحت أيدي الميليشيات في مناطق الشمال وشمال الشمال، ولا يعطون هذه المنطقة الحيوية التي أعداد السكان فيها أعداد كبيرة جدا ليست موجودة لديهم في أعمالهم. وهذا يتطلب جهد أكبر منكم أستاذ نبيل، وهذا يتطلب جهد أكبر منكم ومن وزارة الصحة لإقناع هؤلاء بالتواجد في هذه المناطق. يا سيدي العزيز، هؤلاء لدي يعني احيانا نشعر معهم ان لديهم اجندات يعملون وفقها. هم يريدون فقط ان ياخذوا اموال من كل الجهات وعلى راسها مركز الملك سلمان، يحصلون على اموال كبيره جدا، يستقطعون من هذه الاموال تقريبا ثلث هذه الاموال يستقطعونها لاداره منظماتهم، والجزء المتبقي يصرون على إدخال هذه المواد الإغاثية إلى مناطق معينة بحسب رؤيتهم هم أنها أكثر احتياجا. ثانيا، يتعاملون مع هذه الميليشيات بشكل كبير جدا. أشكرك. وهم يعلمون أن معظم أعمالهم تذهب هباء منثورا. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا لمدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي، وكذلك لرئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني الأستاذ محمد المقرمي. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.